للحديث عن مشروع عقوبات جديدة على ميليشيات إيران في العراق ومخاطر ترك إدارة بايدن نفوذ الميليشيات ليتعاظم أكثر على غرار مرحلة أوباما، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن المحامي كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات. أستاذ كامل، مرحبا بكم. صحيفة واشنطن فري بيكون تتحدث عن مشروعي قانونين لفرض عقوبات على الميليشيات وعلى النظام في طهران، لكن هنا ما أهمية هذين المشروعين إن جرى التصويت لصالحهما؟ يعني لا أظن أنه هنالك أي أهمية أو تأثير على واقع الميليشيات في العراق. نعم. إذا علمنا أنه الإدارة الأمريكية أو الجيش الأمريكي حتى في الميدان هو يتعامل مع الميليشيات، وهذه النشاطات التشريعية من الإدارة الأمريكية أو الكونغرس الأمريكي عبارة عن تهديدات ووعيدات حتى تعلم الميليشيات بأنها موجودة، ممكن أن تحاسب وممكن أن تقدم الثواب للميليشيات المنضبطة بتوجيهاتها وتوجيهات الحكومة. هذه هي كل القضية هنا في واشنطن. يعني لا أمل في واشنطن أن تصدر قرار شجاع واضح برفض التعامل مع الميليشيات، وهذا لا يحتاج إلى تشريع من الكونغرس بقدر ما يحتاج أمر تنفيذي من القائد العام اللي هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ كامل، هناك مخاوف من قبل الجمهوريين مع توجهات إدارة بايدن وبالتالي خطورتها على مصالح الولايات المتحدة في العراق، ما مشروعية هذه المخاوف؟ لا أعتقد أنه الجمهوريين عندهم أي مخاوف من ناحية أنه الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته عندهم أي خطة للانسحاب أو التغافل عن الموضوع العراقي. الموضوع العراقي سيبقى ضمن الأولويات الإدارة الأمريكية الديمقراطية ولو ربما بالدرجة العاشرة، ولكن الموضوع العراقي مهم، والعراق بلد منتج للنفط واستقراره بالإنتاج، استقرار لسوق النفط العالمية، بالإضافة إلى أنه العراق هو حكومته وميليشياته وسيلة مهمة لمقاتلة المتطرفين والميليشيات في العراق، فاستقراره مهم للإدارة الأمريكية. بالعكس، يعني الإدارة الأمريكية الحالية زادت من قواتها بالإضافة إلى الزيادات اللي سمعناها قوات التحالف الناتو. أستاذ كامل، موضوع فشل إدارة أوباما ومن خلفه بايدن، تعتقد أنه ساعد في وصول العراق إلى هذه النقطة الحرجة، خاصة إذا ما علمنا بموضوع إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002؟ نعم، الرئيس أوباما وكان يستمع إلى الرئيس الحالي بايدن، هم مسؤولين، وقبل حتى الإدارة الأمريكية من أيام باتريوس وبداية الميليشيات وتشجيعها ودعمها أيام الصحوة وأبناء العراق، وانتقلت إلى ميليشيات شيعية أخذت طابع شعبي وبعدين انتقلت إلى طابع رسمي، وحتى إصدار قانون. نعم أستاذ كامل، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ كامل الحساني. على أي حال، من واشنطن المحامي كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، شكرا جزيلا لكم، ونعتذر عن قطع الاتصال الذي يبدو أنه من قبلكم وليس من قبلنا. نجدد الشكر لكم والاعتذار.